I'm Zainab Al-Asadi from the GDN. Today we are here to meet one of the most amazing and talented Bahraini singers, Faisal Al-Ansari. Let's keep watching. الموسيقى بالنسبة لي طبعا شيء توارثته أبا عن جد وموجود في دمي، وحسيت أن أنا ربيت عليه من وانا صغير، بحيث أني أنا كنت أستمع حق الوالد وعمي وهم يقدمون البطولات الدينية في التلفزيون، فهالشيء خلوني أتأثر وأقدم بعض المسابقات من عمري 4 سنوات لحد ما وصلت للثانوية العامة. وبعدها طبعا بعد ما حسيت أن اللي حولي اكتشفوا وأن أنا عندي صوت مميز، قررت أني أدرس الموسيقى ورحت تخصصت في الصوت تحديدا على اساس اني اتعلم ثقافات وانواع موسيقيه مختلفه ومن ضمنها لغات مختلفه وعديده طبعا، وهالشيء خلاني اتميز اكثر ويصير عندي ثقافه شرقيه وغربيه. بالنسبة حق The Voice طبعا هي كانت تجربة جدا جميلة، تعلمت منها وايد أشياء، فادتني في أني أنا تعلمت أعيش تجربة فنية فريدة من نوعها. في ضغوطات طبعا، الضغوطات دي خلتني أتطور أكثر، خلتني أستقبل أني أنا أكون في أي ضغط في أي وقت، فهي أنا بالنسبة لي كانت كنها شبيهة بورشة عمل، تعلمت منها وايد أشياء، وفي نفس الوقت كان بالنسبة لي الهدف الأول والأساسي أني أمثل بلدي وأطلع بشكل يشرف البحرين. ولهذا السبب أنا اخترت أني أغني دمعي جرى، وهي من الفنون البحرينية القديمة، من الأغاني الصوت المميزة، وفكرت أنه لازم أول شيء أسويه أوصل لهم فن البحريني للوطن العربي وللعالم كله من خلال The Voice، والحمد لله أني قدرت أنجح في هذه التجربة، والحين أنا قاعد أستمر فيها وأتمنى أن الله يوفقني في تقديم المزيد والمشرف للبحرين وللوطن العربي كله. وخلافتك Because